لمتابعة هذا الموضوع ينضم لنا الأستاذ خليل الحاج توفيق، رئيس غرفة تجارة عمان. أستاذ خليل، مساء الخير. مساء الخير أخي حاجة. يعني أنا سأتجاوز قصة إنه في ارتفاع أسعار ولا فيش ارتفاع أسعار، والله يا ريت، لأنه هذه أصبحت يعني خلينا نقول المواطن يلمسها بصورة واضحة. ولكن دعني أسألك، إذا كان في مخزون لدينا، ليش هذا الارتفاع؟ ما الذي يجري؟ سؤال مشروع. إذا الله مسك بخير. مسك بالنور النبي. إحنا لما نقول عندنا مخزون، ما حدا بيعرف كلفة هذا المخزون غير التجار. وإذا نوت الحكومة أو وزارة التجارة ممكن تتأكد من دائرة الجمارك من خلال البيانات الجمركية وتحتسب الشحن وغيره. فكلمة مخزون يعني اليوم تخيل لو الحكومة مش مثبتة سعر الخبز واشترت القمح على أكثر من سعر، فهي بتعمل متوسط حساب، التجار هيك بيعملوا. فإحنا لما قلنا بس الناس يعني بتنسى إنه إحنا صلنا فترة من أشهر ومن حتى من بداية الكورونا إنه أسعار العالمية بارتفاع، إنه أسعارنا في الأردن أقل من بلد المنشأ، إنه العالم في جفاف صار في أمريكا وبعض الدول. هذا كلام، وكنت أنا أصرح كنقيب للمواد الغذائية دائما ننشر تقارير الفاو. الفاو هاي ما بتجامل حدا ولا بتعطي معلومات مضللة، ما لها مصلحة إنها تعطي معلومات لمنظمة الغذاء العالمية أو الزراعة. فكل العالم في ارتفاعات. الآن اللي صار بكل صراحة يعني موضوع حرب أوكرانيا وروسيا وتسليط الضوء على مادة الزيت، وطلع بعض الناس قالوا التجار رفعوا الأسعار بسبب حرب أوكرانيا، وهذا سهل خبر زي هيك ينتشر. فأصبحنا كلنا في موضع الاتهام كقطاع تجاري. وبصراحة يعني إحنا أحيانا ندفع ثمن غياب الثقة مع الحكومة، غياب الثقة بين المواطن والقطاع الخاص. فأصبحنا بس دورنا الرئيسي ندرر. ولا واحد من اللي كان هاجمنا متأكد، تعب حاله ودخل على الانترنت وشاف انه اسعار الحليب صار لها سنة بتطلع، اسعار الزيت صار لها سنتين من شهر 8/2020 وبترتفع ارتفاع جنوني، انه الشحن تضاعف 4 أو 5 مرات. هذا الكلام اخي الكريم لو الناس، انا ما بلوم المواطن اللي بروح على السوق بلاقي سعر ارتفاع، طبعا بده يتضايق، واحنا كمان الارتفاع بضر التاجر. ارتفاع الاسعار، ارتفاع التكاليف، لانه هذا بيمتص السيولة اللي عنده، وبيعرف احنا بنعرف انه المواطن اليوم قدرته الشرائية محدودة في الاوضاع الطبيعية، فما بالك اذا كان في ارتفاع اسعار بده يقل استهلاكه، وهذا بضر التاجر، لانه انا كمواد غذائية عندي صلاحية استهلاك، مصلحتي البضاعة تنباع بسرعة. فاليوم كان في مخزون، اعطيني جهة تقول لك انه الاسعار اللي كانت عليها البضاعة المستودعات التجار ليست مرتفعة. هنا 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 مربط الفرج اللي بيحكوها. وهتيجي كل مرة، بس ما هي هاي ف... هي هاي يمكن يعني وصلت هذه قبل 6 أشهر أو قبل سنة. أنت شو بتعرف إنها أنت وصلت؟ متى؟ تعرف؟ متى؟ أنت بتعرف؟ يعني حسب ما تتحدث به الحكومة، الأصل إنه هذا مخزون متوفر من 6 شهور وسنة. لا، ما أنت مشكلتك بتخلطوا بين تصريح الوزارة، الوزارة ما تصرح، ما بتاع يعني الوزارة بتستورد قمح وشعير أخي حاجة. ما بتصرح مخزوننا، هي بتقول لك ممكن مريح وآمن واجتمعنا مع التجار، لكن ما في تاجر مواد غذائية عنده مخزون مادي غذائي 6 شهور. هذا مستحيل، لأنه لها صلاحية. وهذا لا القانون ولا حدا بفرض على أي تاجر يكون عنده لمدة طويلة زي هيك، لأنه هاي بدها سيولة كبيرة عندك. طيب، أنت 6 أشهر بضاعة دافع ثمنها. نعم. هذا يعني لا يمكن بصراحة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار. يعني يمكن تكون بضاعة رخيصة، تقول والله ماشي أنا بجيب العدس بحطه عندي لسنة، العدس بتحمل، لكن لما تكون بضاعة غالية بتفرق معك انت في السيولة اللي بين ايديك، بدك تحركها وتوزيعها لأكبر عدد من السلع حتى تقدر تضل ماشي بالسوق. نعم. طب الآن لو سألتك عن شكل التنسيق مع الحكومة، ما هو شكل التنسيق بين غرفة تجارة عمان والغرف التجارية عموما والحكومة؟ هل من آليات للتواصل؟ شوف، احنا يعني احنا الجهه المعنيه معانا اللي هي وزاره الصناعه والتجاره، في تواصل في تنسيق، لكن بتعرف في جهات اخرى تتعامل بالغذاء، في جمارك، في غذاء ودواء، في زراعه. يعني احنا كنا دائما نطلب اخي حاتم
تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي. يعني إحنا إذا كنا نبحث عن المصلحة العامة، هذا الملف في الغذاء لا يجب أن يتعامل معه الواحد على الفزع. أنت هذا المجلس الأعلى بيكون يرى شو رئيس وزراء وفي الجهات المعنية من قطاع خاص وعام تشتغل على الغذاء طول السنة، مش لما تصير في جفاف في بلد أو في حرب في منطقة معينة. أنت بتحط استراتيجية للزراعة والصناعة والتجارة. اليوم غالبية غذائنا مستورد. إذا وشفت كيف مسير الشحن كيف تأثرنا، ولما تصير في جفاف تأثر. طب هل أعددنا خطة بديلة؟ يكون عندنا زراعة، يكون عندنا صناعات. اليوم شو عندنا صناعات إحنا غير اللبن والجاج؟ والجاج أيضا في رمضان بيرتفع، واللبن الناس مرة تشتكي إنه ارتفع. فأنت اليوم بدك متوقع أستاذ خليل أن تستمر لمتى هذه الارتفاع الأسعار؟ والله يعني أكذب عليك أقول لك في حدا في العالم بيعرف، بس توقعاتنا إحنا يعني طالما في حرب في مواد رح تظل فيها مشكلة زي الزيوت، لأنه والنفط بيرفع سلع أخرى مربوطة بالشحن ومربوطة بالبورصات العالمية. شو قصة الزيوت؟ يعني ليش تحديدا الزيوت هي الأسعار مرتفعة؟ أنا بحكي لك ليش. بأوكرانيا وروسيا بيصدروا 60% من زيت عباد الشمس للعالم. وماليزيا وأندونيسيا بشكل 99% أو 95% من زيت النخيل في العالم. وأمريكا هي أكبر دولة تكاد الوحيدة بزيت الذرة. يعني هاي كل دول مقسم. في 2021 حصل أكبر حالة جفاف في أمريكا منذ عام 76. يعني وإحنا رصدناها امبارح في المؤتمر الصحفي أوراق وزارة الزراعة الأمريكية وزارة المياه، إنه هذا لما يصير في أخي حالة جفاف في بلد زي أمريكا وكاليفورنيا بالذات. الرز ارتفع، الحبوب والذرة وغيره، فالعالم على طول بيعرفوا انه في نقص في محصول اكبر دولة في العالم، فالكل بيرفع اسعاره. فبالتالي زي اوكرانيا وروسيا ضرب المحصول عندهم في العام اول عام. تجار وطلعنا، تذكر ما طلع فيديو قال التجار رفعوا وطلعنا اثبتنا والكل اقتنع. وصل الرقم قياسية زيت عباد الشمس $1,900 من 800. شو التجار قالوا؟ قالوا نستنى المحصول الجديد بشهر 10/2021 عشان نشتري. فخفت الكميات، الكل وقف شراء لأنه معروف المحصول، اجى المحصول مضروب. بدأ المحصول على ارتفاع. رجعنا مرة تانية روسيا شو تعملت؟ حطت حوالي $300 رسوم تصدير على كل طن زيت وكل طن قمح حتى تحافظ على مخزونها. هذا عالم تستطيع اليوم انت وانت تحكي معي يا اخي امامك كمبيوتر، افتح على منظمة الفاو شوف كيف الارتفاع. فالزيت كونه قلت لك عندنا بالاردن شطار، عندنا احنا الاستهلاك انا تغير من زيت الذره كرقم واحد. الناس باخر خمس سنين او ست سنين صار رقم واحد زيت دوار الشمس. لاسباب الناس تعتقد انه للدايت ولا الرجيم ولا صحي. فهون صارت المشكله، تراجع اقبال الناس على زيت الذره الى 9% او 10% في الاردن. حوالي 60% 55 زيت عباد شمس. النخيل 35% لانه بروح جزء منه للسمنه. وبروح جزء منه للمطاعم، والصويا حوالي 25%. فبالتالي العالم كله ارتفع في الزيت. تخيل اعطيك سعر واحد زيت النخيل كان $600 بال 2020 شهر 8. كنا نقول غالي لانه طول عمره 500-450. اليوم تجار ربطوا على $2,400. لو جيت قلت للمواطن انه الزيت ارتفع من 600 ل 2400 بقول لك مش معقول، بس هذا حقيقه. هلا 2400 مش نطه واحده يا اخوي حاتم من 600 ل انت بتقول لي مخزونك عليك بقديش. هذا السعر طلع كل اسبوعين، كل ثلاث اسابيع، كل شهر. فانت لما تربط بضاعه او تشتريها تشتري على سعر مثلا $1,000، بعدين الثاني 1200 1300. عشان هيك بقول لك انت الكل اتهام الواحد انه الحرب امبارح بلشت. طيب البضاعه اللي عندكم اول. هذا كلام اسهل شيء انك يتم تصديقه، واصعب شيء انك تنفيه او تدافع عنه. طب احنا صرنا من 24/2 ما عندنا شغل غير الشتائم والشيطنه والاساءه من كثير من الناس، مش بعض الناس. طب الان يعني ما واجب الحكومه؟ انت تحدثت عن استراتيجيه زراعيه صناعيه تجاريه. هذا شوف ملف الغذاء والامن الغذائي بيجيش هيك بيوم وليله. وبدك ناس بيفهموا في الغذاء وناس اصحاب قرار، وبدك اراده احيانا حتى ما تجامل اي قطاع حساب المواطن. احنا كنا نقول يعني احيانا كانت تطلع قرارات للاسف يعني بدفع ثمنها المستهلك.
حماية لقطاع معين، حماية لأشخاص معينين، عوائق على الاستيراد. كنا نقول يا عمي خلينا نجيب أكبر كمية ممكنة، لأنه يعني بصراحة اليوم الدواجن، اليوم الدواجن أكبر مصدر عندنا المجمد البرازيلي. والعام الماضي لولا وجود الدجاج المجمد البرازيلي كان لقيت سعر الدجاج تجاوز 3 دنانير. والمؤسسة المدنية كان عندها باعت حوالي 300 طن في رمضان عند دينار 60 بتذكر، دينار 55. لو ما كان هذا كان شفت شيء كثير ارتفع أسعار. اليوم كان قبل 6 أشهر طن الدجاج في البرازيل 1550 دولار. فكان التجار يجيبوه يدفع 30% جمارك وأربعة مبيعات، يوصل هنا يكلف ليرة و55 ليرة و60 قرش. اليوم الطن 2450 دولار. يعني يكلف الدجاج المجمد واصل عقبة ليرتين و45، تخيل. مين بده يشتري؟ طيب فالتجار تتوقف على الاستيراد. طب مش ما بسوى انك اليوم تعلق هذه الرسوم لثلاث شهور حتى نجيب كميات معفاة من الجمارك ونخلي في بديل او في مخزون في البلد؟ يعني هذا مثلا احد الحلول او احد البدائل لمادة اساسية، لان اذا ارتفعت الدجاج برجع اللحمة، واصلا اللحمة اليوم مرتفعة في العالم. البقوليات جزء كبير منها مرتفع، العدس. طيب يمكن أستاذ خليل الآن السؤال الأبرز إنه هل هذه الارتفاعات سوف تتوالى، خصوصا وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك؟ لا، شوف شهر رمضان يعني الأمور واضحة فيه، يعني الأسعار، يعني في أسعار كثيرة مثلا ارتفعت فلن ترتفع قبل رمضان، يعني أخذت حقها من الرفع. لكن امتى بتنزل اسعار؟ اعتقد بدها فتره، لانه انت بتستنى محاصيل اخوي حاتم، مش يعني انت كبلد مستورده بتستنى محاصيل، تشوف شو بصير في العالم. هل العالم سيبقى في اضطراب بسبب اوكرانيا وروسيا؟ لانه تعرف يعني 50 مليون طن تنتج اوكرانيا قمح. ارتفاع القمح بياثر على امور اخرى في البقوليات. القمح بيصنع منه المعكرونه، بيصنع منه امور اخرى. فالشحن احنا مشكلة عندنا اليوم، عندنا بصراحة، وهي الناس يعني احنا مش كل شيء يعني بنحكيه في الإعلام، لكن احنا عندنا اليوم صعوبة في حصول على حاويات للشحن. اليوم في خاصة من أوروبا ومن أمريكا، لأنه شركات العملاقة في العالم اللي هي سيطرت 5 شركات ابتلعت الشركات الصغيرة والوسطى في الكورونا، خسرت مليارات. اليوم اجت فرصة تعوضها. فاللي خلى السعر يرتفع نصين من 2000 دولار ل 14000 دولار، هذا شيء كان يعني من الجنون. ظلت مستقره على ارتفاع لانه هاي شركات تتحكم في العالم. اليوم افضل لها تشحن من الصين لاوروبا وامريكا، هذا المثلث افضل ما يجي على الميدل ايست او على الشرق الاوسط على منطقتنا، لانه مش كثير مربحه. اصبح اليوم المصدرين لما يطلبوا تجارنا منهم طلبيه بقول له موجوده وبسعر عالي، وبغامر التاجر بيشتري، بيقول له بس انا ما بعرف انت بقدر اشحن لك، ممكن شهرين، ممكن شهر، ممكن 3 شهور. تخيل انت بتشتغل في هذا الجو، فكيف بدك تتعامل وتضمن الوصول لبضاعه في وقتها، او ومنافسينك يجيبوها، ولا ما توصلهم؟ دوله زي مصر تمنع التصدير فجاه. تركيا يعني قبل شوي انا اعلنت خبر، تواصلنا مع الجهات الرسميه التركيه، كانت تطبق من اليوم منع التصدير على مناطق الترانزيت، يعني اي بضاعه تاتيها من برا. وهي كانت يعني مشكله، لان اليوم تركيا قبل قليل بلغوني وتواصلنا مع السفاره ومع الجهات الرسميه انه تم الغاء هذا القرار. فهذا يعني شيء يعني قرار ايجابي، لانه احنا تركيا برضه تعتبر بديل لنا للبقوليات. فالجزائر منعت تصدير السكر، وهي يعني احنا بنجيب لها سكر بكميات منيحه. ليش؟ تخيل دولة منتج زي مصر للزيوت وللبقوليات عندهم تمنع التصدير، واحنا بنيجي هون نتهم انه احنا محتكرين وخبينا البضاعة ورفعنا السعر. يا اخوان طلعوا العالم شو بسوي. امبارح كنت ببعثوا لي اصدقائنا من امريكا، قرن الزيت الامريكي اللي هو نباتي من 16 دولار ل 42 دولار، وهو منشأ امريكي. نعم. وهي دولة منتجة. اذا انتم مش متابعين مشكلة مش بيصير في العالم. هلا تقول لي تجارنا، ما انتم عندكم، اعطيني اثبات واحد. انا بستقيل من الصبح، مستحيل اظني في منصبي. لكن يا اخوان اللي بصير، طب ليش العام الماضي ما رفعت التجار في الكورونا وكان الوضع اسوأ من هيك؟ ليش اول عام بدايه الكورونا ما رفعوا؟ انا ما بعرف شو اللي صار. انا نفسي بلاقي تفسير بصراحه كاتب للي بصير. ماشي، الناس عندها وجع،
لكن اليوم حتى أصدقائي من الكتاب وأنا بعد بالحالة قريب للصحفيين حتى مصطلحات غير مسبوقة بالإساءة ويعني ما بعرف الواحد ما فيهم يعني امبارح أنا عملنا مؤتمر صحفي والله يمكن ما يعني عرضنا كل شيء بوضوح وقلنا تفضلوا هاي المعلومات على فلاش ميموري اللي بدك بلاقي أي معلومة حكيناها اليوم مش صحيحة احنا جاهزين للمساءلة أكثر من هيك ايش بدك نعم يعني مش عارف أنا مش عارف شو اللي لكن بقول لك احنا بأيدينا الارتفاع واحنا لأنه عارفين شو وضع القدرة الشرائية احنا عندنا ركود كان 40% إلى 50% قبل الحرب الأخيرة هاي ليش لأنه راتب الموظف محدود وعنده التزامات وكنا نعاني من نقص السيولة يمكن تكون تتابع تصريحاتنا دائما نقول بدنا ضخ سيولة علينا شكات علينا رواتب فيش حصيلة بالسوق يعني لا يعقل انه اليوم انا بعرف انه محتفظ الألقاب حاتم معوش يكفي يعني واقول له رفعت عليك السهم الا اذا كنت مضطر الا اذا كنت مضطر يا اما بطلع من السوق يا اما انا بتعرض لخسارة كبيرة او بوقف على الاستيراد هذا يعني الملف قلت لك ان شاء الله رمضان بيجي ويعني بنخلص من هلا لانه الان من هون لرمضان وانا بدحت مثال واحد على صارت الزيت كان رغم ارتفاعه كان الطلب عليه طبيعي واقل من طبيعي مجرد تناول هذا الموضوع من قبل بعض الاشخاص وسوشيال ميديا الناس خافت قال لك الاردن بطل فيها زيت والتجار راح يخبوه وراح يبصر شو يحتكروه اصبح طلب غير مسبوق على الزيت فعلا اربكنا يعني اربك مصانع اربك مستوردين لانه إذا شفت حتى المؤسسة المدنية ستقول لك قلن زيت لكل مواطن نعم نعم مش صحيح إنه التجار أكبر من يروحوا على مؤسسة يلموا كم قلن يقعوا محلاتهم إحنا مش نتسول بضاعة المؤسسة إحنا اللي بنبيع المؤسسة بس هذا دليل إنه كان في طلب غير طبيعي حتى من مواطنين عاديين ممكن سمعتوا أنتوا إنه كان ناس تطلب بدل قلن خمس قلنات أو فهذا المطاعم ضاعفت كمياتها عشان هيك منيت مبارع زملائك إنه نتعامل مع هذا الملف بحكمة لأنه هذا ملف حساس يعني غير قابل للسخرية أو غير قابل للعب على عواطف الناس في مشكلة بالأسعار إحنا أول ناس ما استنينا حدا يتهمنا كنت أطلع أقول أسعار في ارتفاع لكن ربط الارتفاع في الحرب الأوكرانية الروسية هذا مش عارف مين اخترعه لأنه هذا مش مجانين إحنا ولا يعني نقول للناس والله عطول أول طلقة طلعها بوتين على أوكرانيا رفعت السعر يا إخوانات لا يعقل يعني والله العظيم أنا مش عارف شو أحكي لك يعني بصراحة نعم واللي شبهنا بأبو جهل وقافلة أبو جهل 4 أشهر ما أخذك أسعار وإلا قال لك شهر شعبان ترفع فيه الأسعار الأعمال مش الأسعار والله يا إخوان يعني هو يمكن وجه المواطن نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وبالتزامن مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة هي والله أنا بقول مع المواطن والله أنا إحنا قراب المواطنين مش عارف ما أفكر الشارع إحنا عايشين في أبراج لكن أنا بعتب على المثقفين بعتب على بعض أصدقائي اللي بيقدر يتأكد شو يصير في العالم لكن هو اليوم أنت لما يعني امبارح ما بدي أحكي أمثلة كلهم أصحابي بس أنا بعتب على الناس اللي بإمكانها تكون تعطي الناس لأنه بثقوا فيهم الناس تعطيهم المعلومة الصحيحة حتى لو كانت مؤلمة مش أنا أمشي مع الترند الماشي في البلد أنه التجار والحكومة اتفقوا على المواطن نعم وضحت السؤال والله صرت 18 سنة بالعمل عام عمر ما اتفقنا مع الحكومة على شيء نعم الأستاذ خليل حاج توفيق رئيس غرفة التجارة تعبان شكرا جزيلا لك حياك الله أخي والله